ماكو ضغط سياسي عليك. لفيتني 3 مرات وما جاوبتني. تدخل لي بالمهنيه وما تجاوبني. شوفي الضغط السياسي في احنا مشكلتنا احنا مو ناس سياسيين، احنا ناس الشعب بده يقول لك قول لنا احنا ناس خلينا احنا البصوره، احنا ناس فنيين نباوع، هل هذا ياثر على المينا لو ما ياثر؟ ما تريد مشاكل. ها نريد نربط في الوقت الحاضر ياثر لو ما ياثر، فانا اقول لك الان حتى لو تربط هسه ايران ويانا ما راح تستفاد لسبب بسيط جدا. واضحه والله واضحه. والله بس كمل السبب. كمل السبب ما عليك. لانه احنا هسه سكه الحديد ما جدنا الموجوده اللي عندنا هي سكه ما تدرين بالخمسينات وبالستينات، فالسكه يعني حقيقه متهالكه يعني بدنا نصلح بها بالتدريج بالاضافه الى التجاوزات الكبيره اللي انت كلكم شايفيها على السكه. يعني انا هسه بديت اسوي السياج من محطة العالمية إلى الدورة، بس أريد الناس ما تعبر، لأن سائق القطار قام يخاف يمشي كل ساعة، لو طالع لواحد ضاربة لو سيارة لو ما أعرف شنو. هاي ردنا نسويها لحد الآن مصدين الضغوطات، كل واحد يريد يسوي لك بال بيته فتحة ما موجودة بالعالم كله. صحيح. الثقافة الآن الموجودة على القطارات ثقافة عجيبة غريبة، يعني أنت شايف القطار يمشي ده يروح يودي مسافر او كذا تضربيه بحجار تكسرين الجامم، شو الجامم كلها مكسره؟